بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما من عندك يا رب العالمين. آمين. የተከበራችሁ እህቶች ወንድሞች፣ የሚንበር ቲቪ ተከታታዮች፣ ሚንበሩ ልዕልም በሚባለው ፕሮግራማችን ውስጥ ነው ያለ ነው። ሰፊነቱ ነጃን እያብራራን እንዳለን ይታወቃል። ምናልባት ሰፊነቱ ነጃን ወደ ማገባደድ እየተቃረብንም እንገኛለን። ስለ ጾም ነበር እያነሳን የነበር ነው። ባለፈው ክፍላችን ላይ ረመዳን ላይ ማፍጠር ያፈጠረ እንደሆነ ኢምሳክ ግዴታ የሚሆንባቸውን ሁኔታዎች እና ደግሞ በግንኙነት ምክንያት ጾም ያፈረሰ ሰው የሚጠበቅበትን ነገሮች በተወሰነ ደረጃ ለማብራራት ይችላል። ዛሬ ኢንሻአላህ የሚቀጥለው ሼኾቹ ያስቀመጡት ጾምን የሚያበላሹ ነገሮች ምንድናቸው ከሚለው ክፍል አንስተን ያብራራን እንቀጥላለን። ወንድማችን እንደተለመደው ያነብልንና ወደ ማብራሪያው ተመልሰን እንመጣለን። ቢስሚላህ ፈስሉ ይብጡሉ ሶሙ ቢርደቲ ወሐይድ ወኒፋስ አው ውላደቲ ወጁኑን ወለው ለኽዘተ ወቢኢግማኢ ወስክሪ ተዓዳ ቢሂ ኢን አመ ጀሚአ ነሃር። ሼኹ ያስቀመጡት እዚህ ላይ ጾምን የሚያበላሹ የተወሰኑ ነጥቦችን እዚህ ላይ ያስቀምጣል። ተጨማሪ ነገሮችን ከኛ በኩል ኢንሻአላህ የምናነሳ ይሆናል። قال رضي الله عنه يبطل الصوم بردة صوم يبلاشال قال بردة والعياذ بالله ሃይማኖቱን የቀየረ ከሆነ ሰውየው ሙስሊም ነበር ከእስልምና የሚያወጣ ተግባርን ወይም ከእስልምና የሚያወጣ ንግግርን ወይም ከእስልምና የሚያወጣ እምነትን አመነ ወይ በማመኑ ወይም በመናገሩ ወይም የሆነ ከእስልምና የሚያወጣን ተግባር በመፈጸሙ ምክንያት ከእስልምና ወጣ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምን ይመለከታል? ጾመኛ የነበረ ከሆነ ጾሙ ፈርሷል ማለት ጾሙ ፈርሷል። ስለዚህ የዛን ቀን ጾም ቀዳ ማውጣት ግዴታ ይሆንበታል፣ ጾሙ ተቀባይነት ስለሌለው ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ነው። ሁለተኛው ወሐይድ የወር አበባ ጾምን كذلك ከሚያበላሹ ነገሮች መካከል ነው። ወኒፋስ كذلك ኒፋስም ወኒፋሲን ኒፋስም እንዲሁ ጾምን ከሚያፈርሱ ነገሮች መካከል። ኒፋስ ማለት ከወሊድ በኋላ የሚወጣ ደም ነው። የ40 ቀን ደም ይባለው ማለት ነው። ይሄም ለሰከንድ ወይም ለአፍታ ያክል ደም ሴትዮ የፈሰሳት ከሆነ ከወሊድ በኋላ ወሊዱ ካበቃ ልጁ ከወጣ በኋላ ደም የፈሰሳት ከሆነ ያጾምን ያበላሻል። እንግዲህ ከወሊድ በፊት ሴትዮዋ መሰለን ምጥ በሚጀምርበት ሰዓት አንዳንዴ ደም ሊፈስ ይችላል። ይሄ ኒፋስ አይደለም። ኒፋስ አይደለም። ሰላትን የማይከለክልም ጾምንም አያፈርስም። ይሄ ልጁ ወጥቶ ካበቃ በኋላ የሚወጣ ደም ነው ኒፋስ የሚባለው። ጾምን ያፈርሳል ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛውና ሶስተኛው ናቸው የራባዋና ኒፋስ። አራተኛው ወልውላደቱ መውለድ ነው። ሴትዮዋ እርጉዝ ነበረች፣ ነፍሰ ጡር ነበረች፣ ወለደች። በመውለዷ ምክንያት እንዲሁ ጾሟ ይፈርሳል። ወጁኑን እብደት كذلك ሰውየው አበደ يعني ራሱን ማቀበት ትክክለኛ የሆነውን ከመጥፎ መለየት የማይችልበት የአቅል ሁኔታ ውስጥ ያምሮ ሁኔታ ውስጥ ወደቀ። ለሰከንድ ቢሆን ማለት ወለው لحظه ላፍታም ቢሆን ላፍታ እብደቱ ምናልባት የተወሰነች የጊዜ ልክን ነው የወሰደው። ትንሽ ጊዜ ነው አምሮን ይሳተው ወይም አቅሉን ያበደው ማለት ነው። ልክ ያልሆነ ነገር ፈጸመ ወይም ልክ ያልሆነ ነገር አደረገ ወይም ልክን ከመጥፎ መለየት የማይችልበት ሁኔታ እብደት የሚባለው ሁኔታ ውስጥ ገባ ማለት ነው። ለሰከንድም ቢሆን ለአፍታም ቢሆን ጾሙ ይፈርሳል ማለት ነው። ለአንሁ ኢባዳ መስራት የሚመለከታቸው ሰዎች መካከል ስለማይሆን ማለት ነው። ግልጽ ነው ምለው ለወለው لحظه وبإغماء
راسون دمو بمسات إغماء بالل راسون ساعات فينت هون منم إما وكبتوني تاوست جبا بهمام ليه نشلا وينم يهون مدهاني تيوصل ومدهاني سلا سلا اللي نشلا مثلا عند دم دم عدن زجاج وستاد راسون هاي كم سو يوم عدد وبإغماء بإغماء راسن بمسات وسكرين بسكار دم سكار مبالي هنا نقرر يوستاد سويو فإذا بوهلا بالانس ما تبقى ما يشل بيت وني تاوس من كساكس ما يشل بيت وني تاوس دي جبال دمس أمي ميك أي ربتنا أن النجاروتشن تككلون كما تفو ملية ما يشل بيت وني تاوس يجبال ما مدهانيت بموساد اليوم شلال وميت تا خمر بموساد اليوم شلال بزي مسل وني تاوس مالتن إذن بسكارنا راسن بمساتم صوم يفرسال جين تعدى به ولت شرطه تشالو هم بلو بمعنى اللبنينت لا راسو لمساتونا ب لسكارو تتأياك إنه بلن كالن مثلا ميا سكر نجر كفجر بفيت وسدا هم بلو بمعنى اللبنينت مالت هذا ولا عنكو برو لا يلك سايلك أو قوية فجر جبابت مالت هوني يسوي هم بلو نو صومني يا فرسو من جي اون مثلا سحور لاي اراقيو انتن مسلوت وها مسلوت لمثالي ططاونا بذا مكنيات سكر يتشو لا وينم يهونا ميا سكر نجر عيرو يتبكل بمهون مكنيات راسو غدي ود سكر وسط جبا يمساسلو نجر معناته اذا هي السنة ملكتهم تعدى به هون بلهو بمعنى اللبنينت لسكارو تتأياك إنت يالبت كهونا راسو لمساتوم تتأياك إيه كهونا نو أنت يتجلم ولتن يو شرط إن عما جميع النهر كانون مولو كهونا نو دم ولتن شرط باند لاي كهونا قبطت شو الملو متعدي كالهون وسن كال اللفسو وسن كال تاسا كذلك دمو يسكارو جيزي يوسدو كفجر أنستوس كمغرب مولون بمحل ساينك قال هنا بمحل نكتوك هنا مالتنا صومو يفرسم مالت قلسنا وملو سلزي هم بلوك هنا متعدي كهنا ولتن يو دمو كانو مولو اتاك قالو كهنا بسكار منفس استياس اللفو وينم راسم بمسات منفس استياس اللفو كانو مولو منم ساينك كهنا صومو يفرسال مالت قبطاش شو هالملو نعم كتأيو فصل سلا برمضان سلا ما فترنو يميارا يعني ببكون يودم عبراراتو راسي كتلالو فصل الإفطار في رمضان أربعة أنواع واجب كما في الحائض والنفساء وجائز كما في المسافر والمريض ولا ولا كما في المجنون ومحرم كمن أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى ضاق الوقت عنه قال رضي الله عنه فصل الإفطار في رمضان أربعة أنواع برمضان ما أفطر أراد تاينة وشناج إيه من حيث الأحكام الشريعة يشريعة أحكام وشن بمايت مالتي يشريعة حققات بمايت يشريعة حقوش من دلناج بلنا كذبا فيت أحكام تكلفية مبالو أمستالو بلنا واجب حرام مباح مندوب أرلا مكروه نزي أمستو ناتشو بلنا سلزي النسون كالنسو قاربا ماستي آيات برمضان ما فتقرن لا أراد تنكفلو اللهن يالن لا أراد كفلن نيو اللهن يالن عندن يا واجبون واجبي هوني ما فتقر هوني تال سيتي يو إمساك مادرق أيفكر اللات أيفكر اللات بس أمال له بلا كالش من دنه ونجلين يعنى ما أفطر بس سؤال من دنه واجبنا يقول بما أفطر عبادة عند تهدر قال الله سلف اللقبات مالتنا كذي وشيء لمن دنه بس أم هايذ لا يراب ولا يلو سيتوش يفطر يتبالو أنه كم الله نو إذا تعبدهم به سيتوشون الله بسو عندك جزوت بس أم من بمتها عندك جزوت الله عزوج كذاوش من ناقونا كريلا جلسنا وملا نعم إذن واجبي هنا ما أفطر هنا تعالى سم كما في الحائض والنفاس يا ورأب بعدنا بنفاس
لاي يالو سيتوش لاي ما افطر واجب مصوم حرام قبطاتشو الملو ولتنيا وجائزون يميفقد الله يعني مستوى الطرفين ولتوم قاف كل مصوم ميشلا ما افطرم ميشلا كفلغا مصوم ميشلا كفلغا ما افطر ميشلا كما في المسافر والمريض مسافرنا مريضن بشتنيان يميمسلو سوش ناتش اذا مسافر هنا سو ما بغوزو لاي ياله سو غوزو انغدي كهولت كان يمياسكد كهونه مافطر يفقد لتال مصوم جديتا ايهونبتم نعم منجدو بايون يميفقد مهون አለበት صلاه ما ساطر ميچلبت منجد مهون አለበት من عينت غوزو نو صلاه ما ساطر مفقدو كزي بفيت باللفو تمرتاچ لاي انستانال إذن وجائزون كما في المسافر مسافرين مثلا والمريض بشتنيان مثلا بشتنيا كصومكون موتالو بلو يفراكو وينم بشتاي سايدن انديقو يادرغبنيال بلو ميفراكو وينم جلص بهونو يسونت كفلي لاي طباسا اندينور يادرغبنيال بلو يفراكو هنا مثلا قسل الله مدانيت متتقم ينوربتال كالتتقبا يغلص يهونه يسونت كفلو فيتو ويم اجو يمساسلوت لا طباسا اندينور يادرغبنيال بلو كفرى مافطرنا صومن متو يفقدلتال مسافر منجد لا يلسو مصومي ايغودانيم بلو كاسبه مصومي يوددلتا توتشوال ملو عليزيا جن بايغوداو مافطر يفقدلتا نعم وهكذا وجائزون هي جائز هنا هلتم كل مصوم ما افطرم يشلال بايون قدم دالكوت مسافر غدات هيدرسبنين بمصوم يكاله بيصوم يوددلت نعم ثالثا ولا ولا واجب ما يدلم جائز ما يدلم من ما يدلم كتكليف وجه هنال كما في المجنون هي مجنون يمسل واجب نو عندلم بس لا ما افطر ويم راسه ني ساعه انس يمسل راسنا يقم قالوا له هي سوي واجب نو بس لا انل جائز نو انل لانه احكام تكليفيه سلهونه هي كتكليف وجه سلهونه معناته سويو بهج كمجدد وين بهج طياقيات تسون كممملكت نص ايونه سوى لذلك واجب نو انل جائز نو انل ولا ولا يعني كحكم نص ايونه اردتني ومحرم حرام هنا يمافطر عينت الله እዚህ ጋር حرام የሆነ የማፍጠር አይነት ብለው ያመጡት ምሳሌ ምናልባት ካለፈው አንጻር ሙናሲብ አይደለም ግን ተጨማሪ ፋይዳዎች ስለሚሰጥ እናብራራዋለን እዚህ ጋር محرم የሆነው እኔ ሌላ ምሳሌ ልስጣችሁ በረመዳን ማፍጠር ስላሉ ማለት በረመዳን ማፍጠር حرام የሆነው مثلا ሆም ብሎ መብላት ሆም ብሎ መጠጣት የሚያስፈጥርን ነገር መፈጸም ምሳሌ ነው በማንኛውም ሁኔታ በአስፈቃጅ ምክንያት በሌለበት ሁኔታ ሰውየው መብላት መጠጣት የምንድነው محرم የሆነ ማፍጠር ሁኔታ ላኪን እሳቸው ያመጡትን ምሳሌ ደግሞ ተጨማሪ ፋይዳ ስላለው ላንሳላችሁ ከረመዳን ውጪ ያለን ጊዜ ስለሚመለከት ማለት ነው ምን አሉ ከመን አኸረ ቀዳ ረመዳን የረመዳንን ቀዳ ያዘገየን ሰው ይመለከታል አምና ረመዳን ያልጾመው ቀን ነበር በህመም ምክንያት ወይ በሌላ ምክንያት ቀዳ ማውጣት ይተበቅበት ነበር ቀዳ ሳይወጣ ቆየ ማ ተመኩኒ እየተመቸ እየቻለ ለምሳሌ በሽተኛ ሆኖ አፍጥሮ ነበር ግን በአመቱ መካከል ድኖ ቀዳ ማውጣት የሚችልበት ጊዜ የሚመች ጊዜ አግኝቶ ነበር ግን ቀዳ ሳይወጣ ቀረ ከዚህ hatta ضاق الوقت عنه እየቻለ ቀዳ ሳይወጣ ቀረና እዛ ወቅቱ ተጠበበበት ሌላኛው ረመዳን ሊገባ ምንም የቀረው ጊዜ የለም ለምሳሌ 5 ቀን ነበር ያፈጠረው በህመም ምክንያት ባለፈው ረመዳን ቀዳ ሳይወጣ አሁን ይሄ መጪው ረመዳን ሊገባ 5 ቀን ቀረ ከዚህ በኋላ ማፍጠር حرام ይሆንበታል ረመዳን እስኪገባ ድረስ ያሉትን 5 ቀኖች ለቀዳው እየጾመ መጠቀም واجب ይሆንበታል ገብታችኋል ማለት ማፍጠር በሱ ላይ ምን ይሆናል حرام ይሆናል ለዘን ወሙሐረሙን ብለው አመጡት ግን ያው ሼኹ መጀመሪያ ፈስሉን የከፈቱበት መንገድ ካያችሁ በረመዳን ማፍጠር ነው ያሉት ይሄ በረመዳን ማፍጠር ነው አይደለም ከረመዳን በፊት ያለ የማፍጠር ሁኔታ አለ የገለጹት ገብታችኋል ማለት ወላኪን ለዚያደት الفائده من البات مثالهم بزي ملكو اقربوت ليون يችላል سفي ነው حرام የሆነ ማፍጠር ሁኔታ
هم بلو يستاوسة أسجداج مكنيات ساينورو وينم سوس هاس جددوت هم بلو مافتر من دنا إيه حرامي هوني مافتر هوني تانو برمضان إندينا تدرجيت مفزم مالتنا هنا كل كالن كرفت بوهلا ليلاون يكفلون بارت ودمانسات تملسن متعلن زيو تبقو تودعجو تشاتشن تملسن متنال كتايو كفل يسالف نجمبر نو فصل تجعماري كفلنا بليل عمل كودمو يمافتر هونيتان شيخو يزرزرو لنال وأقسام الإفطار أربعة أيضا ما يلزم فيه القضاء والفدية وهو اثنان الأول الإفطار لخوف على غيره والثاني الإفطار مع تأخير قضاء مع إمكانه حتى يأتي رمضان آخر وثانيها ما يلزم فيه القضاء دون الفدية وهو يكثر كمغمى عليه وثالثها ما يلزم فيه الفدية دون القضاء وهو شيخ كبير ورابعها لا ولا وهو المجنون الذي لم يتعدى بجنونه نعم وأقسام الإفطار أربعة أيضا يمافتر هوني تاوج أهونم أراتناج قدم أراتناج عندنا بايهون يقدم يكفلوا بات حساب ليلانو أهون يكفلوا بات حساب ليلانو عندنا غير بتلاي اعتبار وين بتلاي يحساب منشا حساب ليكففل يشلا لذلك كذي بفيت بكشريعة أحكام أنصار كشريعة حقات أنصار أراتنا تشوف له أحكام طال زاري دمو أهون دمو فيديا يميوج ببت على كقضاء أجر قضاء بتشا ميوج ببت على فيديا بتشا يميوج ببت هني تعالى منم يميوج ببت على إذا فيديا كموجبنا قضاء بتشا كموجب أنصار لا أراتي كفل على لوم على تنو وأقسام الإفطار أربعة أيضا أراتنا تشوف عندنا ما يلزم فيه القضاء والفدية قضاء أن فدية يوجب بتال قضاء يوجب فدية يوجب فدية زجار من دنا فدية عند فين ويمسد سمته جرام أهل لا دها مستت مالت لا دها مستت قديتها هنا يشوف قضاء أن فدية لا عندك أنصون عند فيديا مالتنا يعني عند فين سدس متو جرام أهل مستت كديت هاي هنا كقضاء أجر هي عندنا يوم ما يلزم فيه القضاء عندنا وينت مالنا يلزم فيه القضاء والفديا قضاء النا فديا كديت هاي مهون بتنا هي وهو ثناني هولت تاينتنا هي هولت تاينت قضاء النا فديا ميوجب بتهنيتا هولت عندنا الأول عندنا الإفطار لخوف على غيره لليلة سوف هرتو يفت أرامهن إما جمرة لمصلحة الغير لراسه تكم سايهن لليلة سوف تكم بله أفتر لراسه تكم سايهن لليلة سوف تكم بله أفتر مثلا نفسة ترنات سيتيو لراسه سقاتي لباتم بالا بمسؤوما قدات عيدر سباتم برقيت أنيانات أتفرام أتسقى جن وسط يالو سنسجن يقود دالي ميل سقاط الدربات اتشي سيتيو يافت ارج كهونا قضاء يوجباتال كذلك ليان داندوك ان عند فين في ديا مكفل قديتا يهون باتال كل سلام الله ايهينو لخوفين على غيري ليلا مسالي ديش امر الله تشو متات اباسيت يراسوان ويمتاك اطرا ليون شلال ويمبولتا ليون شلال يليلا انسو لجيات اربات شال لتشم سيت بتوان لما تباو لج وتتاقين قدال يموتال يتاممال بلا يفرشكو هنا لسو بلا يفترشكو هنا قضاء مع الفدية يجبال قن لراسوا يفرشكو هنا للجوا سايحون ويم لسنسو سايحون لما تتباو لج سايحون وينم لراسوا للجوم فرش مثلا نفسة أرنات
እኔም ልጄም እንጎዳለን ብላ ፈራች ለራሷም መፍራት አለበት ማለት እንዴ ከሆነ ቀጣ ብቻ ነው የሚወጅባት ፊዲያ ይወጅባት ገብታችኋል ማለት ስጋቷ ለሌላ ሰው ከሆነ ከፊዲያ ጋር ቀጣ ይወጅባል ማለት ነው اذا لمصلحه الغير بتقلو በዚህ መልኩ ያዙት ለሌላ ሰው ጥቅም ተብሎ ያፈጠረ ከሆነ ምን ይወጅበታል ከቀጣ ጋር ፊዲያ ይወጅባል مثلا عند سو بحر السمطه نا انت من البعث نفس عدن سراتين انا سو لمادان بلا لتتقوى كبحر سو يسو هيوت لماترف بلحنا تتانا ود فلغا غباح معناتن وينم دمو يتامم سو الله من البعث دم مسات يطبق به يونا انت لسو لماترف بلا دم ستح بزي مكنيات ياو مبلات متطاه تاسفلغهنا بالله تطاه بالله تطاه يتطاه بمان سغاتنا لليلا سو مصلحه بالله اذا كقضاء غير فديا يجب على المالت والثاني ولتنيا الافطار ما افطرنا مع تاخير قضاء قضاء كما زغيت غا معناتو قدم يالنو مساله متى سويو قضاء ما وطات نبربت يامنا رمضان صوم يالصوم والله بتلايه مكنيات كذا وهلا حتى مع امكانه بمحل يچاله بفيت عموت نبر يفطروا بمحل دنو نبر ليلى رمضان سكي متى درس قضاء ساوطا قويه كذا ليلى رمضان متى كذا من البات 5 كان ينبربت اهو ني رمضان اللي جاب 5 كان قرتوال من بلنا القدم ما صوم اللبت ما افطر حرام نو بلنا غني قرتا غني سويو هينن سايادرك قر نا سايصوم قرى معناته نو هي رمضان جبابت كزي رمضان بوحالا يا كاچامناون يا امناون رمضان قضاء لماوطات فلك جبتاشو علم كقضاء غير من وجوبتال فيديا وجوبتال بعلت جبتاشو علم حتى ياتي رمضان اخر ليله رمضان اسكمي متى درس ازغيه معناته ليله رمضان جبابت كزي رمضان بوحالا ككف كفيديا غير قضاء وجوبتال معناته نو ሰውየው ቢቀጥለውም ረመዳን ላይ ሳይወጣ ቢቆይና ሁለተኛ ረመዳን ቢመጣ ፊዲያው ምን ይሆን ይመጣል እየጨመረ ይመጣል አመቱ በጨመረ ቁጥር አንድ ቀን ከሆነ አንድ ፍኝ አልነበረ ሁለተኛው አመት ሲመጣ ሁለት ፍኝ ሶስተኛው አመት ሲመጣ ሶስት ፍኝ አራተኛው አመት እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው نعم وثانيها ሁለተኛው እንግዲህ የማፍጠር አክሳም የማፍጠር አይነቶች አራት ናቸው ለናለን አንደኛው ለሁለት ይከፈላል አለ አይደለም ሁለት አስቀመጠ ሁለተኛው አለ ሁለተኛው ማን ወደ ኋላ ተመለሱ ነው ከአራቱ ሁለተኛው ማለት ከአራቱ ሁለተኛው ማይልዘሙ فيه القضاء قضاء يوجبበት ነው دون الفديه فديه يوجبበትም وهو يكثر ይሄ ብዙ አይነት ነው ብዙ مسائلዎች እዚህ ውስጥ ይገባል አውቆ ያፈጠረ ሰው በጂማዓ ሳይሆን ወይ በሌላ ሳይሆን አውቋ ፈጠረ ይሄ ሰው ይቀጣን ያለበት ፊዲያ ይወጅበት ገብታችኋል ማለት ወይም ከሙግመን عليه ራሱን ስቷ ፈጠረ በዚህ ምክንያት ጾሙ ተበላሸበት ይሄም ሰው ይሄው ነው በሃይድ ምክንያት አፈጠረ ሴትዮ እጨለ ቀዳ አለበት ፊዲያ አለበት የለበት ወአከዘ وثالثها ሶስተኛው ሶስተኛው ከማፍጠር አይነቶች ማይልዘሙ فيه الفديه ፊዲያ የሚወጅበት ነው በዛ መክፈል ግዴታ ይሆንበት አልዱን القضاء قضاء يوجبት قضاء يوجبት ፊዲያ እየሰጠ ይበላል ማለት ምን ጊዜም قضاء يوجبት وهو شيخ كبير ይሄ ትልቅ ሽማግሌ ነው በጣም የጃጀ ሽማግሌ ነው በርጅና ምክንያት ቶሎ ቶሎ መገብ ስላለበት አለ በለዚያ መኖር በጣም ስለሚያስቸግረው ለዚህ ምክንያት ሰውየው ምን ተብሏል ማፍጠር ተፈቅዶለታል ይሄ ሰውዬ መስቀዳ ያውጣዋል ተብሎ ይታሰባል ይገመት ጊዜ ያለው ቀዳል ያውጣም ይችላልበት ሁኔታ የለም ኢዘን እንደ አይነት ሰው ምንድነው የሚያደርገው ፊዲያ ይሰጣል ለአንድ ቀን አንድ ፍኝ እየሰጠ መብላት ነው مثلا رمضان 30 ቀን ከሆነ የ30 ፍኝ ወይም 600 ሲባዛ በ30 600 ግራም ሲባዛ በ30 አለበት ማለት ግልጽ ነው ባይሆን ይሄንን ብዙ ጊዜ ሰዎች ከረመዳን አወል ሲል ይሰጣሉ
የሰላሳውን ቀን አስበው ማለት ነው። ይህ አግባብ አይደለም። ተንቢህ ማድረግ ስለሚያስፈልግ ነው። መሆን ያለበት ከወጀበ በኋላ ነው መስጠት ያለበት። ወለው ረመዳን ሰላሳኛው ቀን ላይ ያለፈውን መስጠት ይሻላል። ገብቶችል? ካልሆነ የየዕለቱን ከፈጅር በኋላ መስጠት ይሻላል። ገብታችኋል? ምለው እንጂ ረመዳን ገና ሲጀምር የሰላሳውን ቀን ለዚህ ሰው የሚከፈልለት ከመወጀቡ በፊት የተሰጠ ነገር ስለሆነ አንቀበልም ማለት ነው። መሆን ያለበት ምንድን ነው? የየዕለቱን ከፈጅር በኋላ መስጠት ይችላል፣ ወይንም ደግሞ አንድ ላይ ሰብስቦ የሰላሳውን ቀን በአንድ ላይ መስጠት ይችላል። ፊዲያ እየሰጠ መብላት ነው። ተጨማሪ ነገር ቋሚ በሽታ ያለበት የማይድን በሽታ ያለበት በዚህ ምክንያት መድኃኒት የሚወስድ ከሆነ መሰለን የስኳር በሽተኛ ነው፣ በየጊዜው መድኃኒት መውሰድ አለበት፣ በየቀኑ ደግሞ ምግብም መጠቀም አለበት። እንዲህ አይነት ከሆነ መቼም ይድናል ተብሎ የሚገመት በሽታ ስላልሆነ ምንድን ነው የሚሆነው? ፊዲያ እየሰጠ በጾም ፋንታ ፊዲያ እየሰጠ መመገብ ይችላል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ወራቢዑሃ አራተኛው የማፍጠር ሁኔታ ላ ወላ ነው። ላ ወላ ፊዲያም የለም ከዛም የለም፣ ከሁክም ውጪ ነው፣ ከተክሊፍ ውጪ ነው። ወሁወ ልመጅኑን ይሄ እብድ ነው። አለዚ ለም የተዓደ ቢጅኑንህ በእብደቱ ላይ ሙተዓዲ ያልሆነ ማለት ነው። ሙተዓዲ ያልሆነ በማፍጠር እንግዲህ ሲያፈጥር ያፈጠረበት ምክንያት ላይ የእሱ ማነው እብድ የሆነበት ምክንያት ላይ የእሱ ተጨማሪ ነገር ካለ መሰለን መድኃኒት ወስዶ ነው አእምሮን የሳተ ገብቷቸዋል ምለው ውሃ ከዛ ወንጀለኛ ነው ተጠያቂ ነው ሊባል የሚችልበት አይነት ለእብደቱ የእሱም ተጠያቂነት ያለበት ጉዳይ ከሆነ ይህ ሰውዬ ቀዛ ይወጅብበታል። አይቻልለም ቀዳጅ በተል ፊዲያ ሰብ ላኪን ግን ሰውየው ሙተዓዲ ካልሆነ ወሰን ያልጣሰ ለእብደቱ እሱ ተጠያቂ የሚሆንበት ምንም አይነት ነገር ካልሆነ በዚህ ሁኔታ በእብደት ምክንያት ሳይጾም የቀረ ከሆነ የሰውዬ ፊዲያም የለበትም ቀዳእም የለበትም ማለት ነው። ናም በዚሁ አምሳያ ህፃንንም ልጅ ማካተት ይቻላል። ህፃን ልጅ ከፋራም የለበትም ፊዲያም የለበትም ጾምም የለበትም ቀዳም የለበትም። ከዛልክ ካፊር አስሊ ሙርተድ ሳይሆን መጀመሪያውኑ ሙስሊም ያልነበረ ሰው ከትውልዱ ጀምሮ ማለት ነው። እንዲህ አይነትም ህፃን እንዲህ አይነትም ካፊር የሰለመ ጊዜ ያለፈውን ቀዳ አውጣ ብለን አንጠይቀው። ላኪን ሙርተድ ወልዕያዙ ቢላህ ሙስሊም ነበረ ከጊዜ በኋላ ፈንግጦ የነበረ ከሆነ ተመልሶ ቢመለስ ያሳለፈውን የጾም ጊዜ ቀዳ ማውጣት ግዴታ ይሆንበታል ማለት ነው። እዚሁ ላይ ተንቢህ ለማድረግ ያክል ምን ጊዜም ሰውየው ጥፋተኛ ሆኖ ያፈጠረባቸው የጾም ጊዜያቱን በሙሉ ቀዳ ለማውጣት መቸኮል ግዴታ ይሆናል። ግልጽ ነው። ጥፋተኛ ሆኖ ወንጀለኛ ሆኖ ጾሙን ያፈረሰባቸውን ሁኔታዎች በሙሉ ቀዳኡ ላይ ምን ማድረግ አለበት? በችኮላ ቀዳኡን ማውጣት ግዴታ ይሆናል። ነጋ አወጣለሁ ብሎ ማራዘም አይችልም። ከረመዳን አሁን መሰለን ረመዳን ላይ ሆን ብሎ በጥፋት በማናለብኝነት ወንጀል በሆነበት ሁኔታ ጾምን ያፈረሰ ከሆነ ረመዳን ከወጣ በኋላ ከዒድ በኋላ ባለው ጊዜ ወዲያውኑ ክፍተት ሳይፈጥር 30 ቀን ከሆነ 30ዋን ቀን አከታትሎም ቢሆን ቀዳኡን መክፈል ግዴታ ይሆንበታል። ለነገ ማሳደር የበለጠ ወንጀል እየጨመረ መሄድ ነው የሚሆነው። ሰላትም ላይ ከዚህ በፊት ተመሳሳይ ነገር ብለናል። በመርሳት ወይንም በመኝታ ምክንያት ያለፈውን ሰላት ቀስ ብሎ ቀዳ ማውጣት ይፈቀዳል፣ ማቻኮሉ ተወዳጅ ቢሆንም ማለት ነው። ላኪን ግን በማን አለብኝነት ሰላትን ያሳለፈ ከሆነ ቀዳኡ ላይ መቸኮል ግዴታ ነው። ሀከዘ ሰውም ጾምን በዚህ መልኩ ነው የሚታየው ማለት ነው። ለዛሬ ያዘጋጀነው ትምህርት ይህንን ይመስላል። ምናልባት ቀጣይ አንዲት ፈስል ትቀረናለች። እሷን ፈስል ከቀጣዩ መጽሐፍ ጋር አብረን አያይዘን የምናነሳው ይሆናል። ሰፊነቱ ሰላትን ቀጥለን የምንማር ይሆናል። ወቢላሂ ተውፊቅ። አላህ እንግዲህ የተማርነውን በረካ አላህ ያድርግልን። ባወቅነው የምንሰራ አላህ ያድርገን። ያወቅነውን ነገር ደግሞ ለእኛ የጥፋት ምክንያት ሳይሆን የቂያም ቀን
በውቀታቸው ሰርተው ባወቁት ነገር ተግብረው ከትልልቅ ዓሊሞች ከአላህ ወዳጆች ጋር ከሚቀሰቀሱት አላህ ያደርገን። ወሰለ ላሁ ተዓላ ዓላ ሰይዲና ሙሐመድ ወዓላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወሰለም ወልሐምዱ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን።